السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو مميزات سن 40 عند الرجال. هو موضوع بعيد عن المجال بتاعنا شوية. لو دخلتوا على القناة بتاعتنا هتلاقيها خاصة بالكمبرسورات، المولدات، المحولات، ولكن الموضوع ده من المواضيع اللي شدت انتباهي وقلنا ايه نتطرقه مع بعض، ومن المواضيع المهمة مميزات سن 40 عند الرجال. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. مميزات سن 40 عند الرجال، نتكلم عن المحتويات اللي هنتكلم عنها. اول حاجة حقيقة علمية، 2 صفات الرجل الاربعيني، منها الاختيار شركة الحياة، الاستقرار النفسي، الاستقرار المادي، الوصول للخبرة. رقم 3 تفكير الرجال بالزواج بعد سن 40. الرجال بعد 40 يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه المولى الرسالة، وهو سن النضوج والخبرة واكتمال بناء الهرم. ولكن هناك بعض الأفكار والممارسات الشاذة التي يمارسها الرجال في هذا السن. أول حاجة حقيقة علمية، منذ سنوات قليلة تم اكتشاف أن الدماغ البشري لا يتوقف عن النمو في سن 20 مثلما عرف العلماء والأطباء، ولكنه ينمو لسن 40، وهو ما أسماه العلماء بالإعجاز القرآني، حيث منطقة الناصية الموجودة أعلى ومقدمة الدماغ وهي المسؤولة عن التفاعل مع المجتمع واتخاذ القرارات والتخطيط وتفهم الآخرين. وهذا الأمر يتسق مع ما جاء في الكتاب وتم معرفته عن طريق تجارب المسح بأشعة الرنين المغناطيسي. صفات الرجل الأربعيني، الحب عند بلوغ 40 يصبح العمل في المعشوق الأول لأنه يؤكد ذاته ويكتسب ماله ويعمل على الاستقرار ويبتعد قليلا عن الحب الحقيقي وهو حبه لزوجته، وربما يصل الحال إلى حب العمل أكثر من شركة حياته. اختيار شركة الحياة، يرفض الرجل في هذا السن الوقوع في الاختبارات أو التغيير بعد اختيار شركة العمر، ومن هنا يبدأ البحث عن الزوجة التي تشارك أفكاره وتتقارب معه في الاتجاهات والاهتمامات الحياتية. الاستقرار النفسي، الرجل في السن 40 رجل وصل إلى مرحلة من الاستقرار الفكري والنفسي وقدر عالي من الثقة بالنفس، فيرفض أي نمط جديد يطرأ على حياته ويكتفي بما وصل إليه من خبرات شخصية وحياتية، ولا يكترث بنقد من أحد على الرغم من تأثره بالنقد في السنوات السابقة. الاستقرار المادي، يتمتع الرجل في سن 40 بالاستقرار المادي سواء كان زوج أو أب أو كان خطيبة. من أهم الأمور الجاذبة لشركة الحياة الجديدة هو حالة الاستقرار المادي التي يصل إليها الرجل في هذا السن، وعندما يتزوج بيكون محب للجلوس مع العائلة وجعلها من أولوياته. الوصول للخبرة، ما مر به من خبرات ومشاكل وعمات من السلوك البشري جعلت منه خبير في مختلف العلاقات، فهو ملم بمشاعر شريكة الحياة ويتميز بعلاقته العاطفية المستقرة بها، وهذا الأمر من الأمور التي تجذب صغيرات السن إليه عند رؤيته مع زوجته وكيف يتعامل معها. تفكير الرجال بالزواج بعد سن 40، الكثير من العوامل تؤدي إلى تفكير بعض الرجال بالزواج من أخرى بعد سن 40، وعلى كل زوجة تفهم هذا والعمل على الإبعاد بين زوجها وبين تفكيره في الزواج. وأهم ما عليها فهمه أنها أزمة منتصف العمر التي يعاني منها الكثير في هذا السن، فما هي تلك العوامل. بالنسبة للرجل، في الأمر الأول والدافع للتفكير الرجل في الزواج بعد سن 40، تفكيره في أنه ما زال مرغوب فيه وقوي ومؤثر في الجنس الآخر، وربما نظر الأب إلى ابنه المراهق أو من هو في سن الشباب ويحاول أن يقلده ويتمرد على سنه وعلى الشعر الأبيض ويبكي على اللبن المسكوب وأن كل أحلامه ومشاريعه لم تتحقق منها شيء. بالنسبة للمرأة، فالزوجة بعد أن تنجب الأبناء لا تنظر سوى للاعتناء بهم وتعليمهم والعمل على راحتهم بجانب أبيهم، أي أنه يأتي بالدرجة الثانية، ولا تريد العودة إلى ما كانت عليه من حيوية واعتناء بالذات والزوج إلا بعد الانتهاء من واجبها تجاه أولاده. بالنسبة للمجتمع، فيتعامل المجتمع مع الرجل فوق سن 40 على أنه سن اكتمال الرجولة وسن الوقار والهيبة والعكس عند المرأة،
نتعامل المجتمع معها عند بلوغ 40 على انها بلغت سن اليأس والنهاية الحتمية، ونرى منتهى المفارقة عندما يريد الرجل الزواج من سيدة تكبره في العمر على انه محروم من الام وحنانها، في حين لو ارادت الفتاة الصغيرة زواج من رجل كبير يقال انها تبحث عن الوقار والخبرة الغير متاحة عند الشباب. المشاكل الزوجية، فيرى الرجل في حياته الملل والرتابة، وخاصة عند وجود الأولاد والاهتمام بهم من تجاه الأم على حسب حساب الزوج، ويتحمل الزوج من أجل الأبناء، ولكن المشكلة تزداد يوما بعد يوم، ولكن سرعان ما يبحث عن الحياة الجديدة أملا في التجديد ووجود من تهتم به، وخاصة بعد خروج الأولاد. وبكده يا جماعة نكون انتهينا معنا النهاردة من الفيديو. آخر نقطة اللي هي تفكير الرجال بالزواج بعد سن 40، تلات أربع حاجات بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمشاكل الزوجية. وبكده يكون الفيديو معانا انتهى النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.